من أسرع وأنفع ما يهدي الدعاء والاستغفار. النذر ابتداءً مكروه، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام. لا يلزم الإنسان أن يسوي بين أبنائه بمقدار هذه النفقات. برنامج فتاوى يجمعكم مع أعضاء هيئة كبار العلماء ليجيب عن أسئلتكم الفقهية واستشاراتكم الشرعية لبصيرة العقول وراحة القلوب. فتاوى رمضان يوميا الساعة 3 مساء، رمضان على السعودية.